ويا أيها الصليبيون في مصر، إن هذه العملية التي ضربتكم في معبدكم لهي الأولى فقط، وبعدها عمليات إن شاء الله. ورانا يضربنا طلقة، مش عارفين بقينا، مش عارفين الطلقة هتيجي في ودننا، في دماغنا، في من ورانا، من قدامنا، مش عارفين. كل يوم الترنبولة ده زهر، ده موتوه، ده خوف.